احنا في مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بنشتغل على حماية النساء من العنف الذي تسهله التكنولوجيا. ازاي؟ يعني احنا بنشتغل مثلا على تدريبات بناء قدرات مع المحامين والمحاميات في 5 محافظات مستهدفة، القاهرة الكبرى، بالقاهرة الكبرى بالمناسبة جيف ومطر. بنشتغل في اسكندرية، بورسعيد، وسوهاج، وأسيوط. هي دي، احنا بنغطي القاهرة بأكملها، بنغطي اسكندرية، مدن القناة الممثلة في بورسعيد، الصعيد، خدنا منهم أسيوط وسوهاج، فبالتالي احنا موجودين في بؤر مختلفة للجمهورية المصرية. بنعمل كمان من خلال المشروع شبكة سلامة وأمان لمناهضة العنف السيبراني ضد النساء. سلامة وأمان هي شبكة تشكلها مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالتعاون مع 10 مبادرات وجمعيات مصرية ناشئة في المحافظات المستهدفة. المفروض إن إحنا بنعمل معاهم بناء قدرات. يا دوبك إحنا عملنا الاجتماع التأسيسي للمبادرة في فبراير، في مارس عملنا اجتماع تاني له علاقة بداية بقى التخطيط وفكرة الأنشطة اللي احنا هنعملها وياهم، واللوجو بتاع الشبكة هيبقى شكله ازاي، طب احنا هنعمل ايه وهكذا. فالمفترض ان احنا طول الوقت اللي جاي هنعمل معاهم بناء قدرات له علاقة بفكرة الدعم القانوني للناديات أو للضحايا، وفكرة السلامة الرقمية والدعم النفسي في المحافظات اللي هم موجودين فيها. بالإضافة لكده المفروض إن إحنا في نهاية المشروع هنقدم لهم دعم لوجستي يتمثل بقى في احتياجاتهم. إيه هي احتياجاتهم؟ إن إحنا هنغطي مثلا اللابتوبس اللي بيشتغلوا عليها هيبقى فيه نت، السمارت فونز اللي بيستقبلوا منها الشكاوى عشان الهوت لاينز بتاعتهم، ريد لايت للتصوير لو هما بيعملوا حملات على السوشيال ميديا، نغطي فواتير الانترنت المتعلقه بيهم وهكذا يعني. ده اللي احنا بنعمله مع الشبكه. طبعا كان في معايير لاختيار المنظمات ديت، انها لازم تكون منظمات ناشئه بتشتغل في مجتمعات محليه مع النساء، مش لازم تكون منظمات نسويه، بس شرط انها تكون بتشتغل مع الستات. الفكره كمان ان احنا ضمن المعايير كان نسبه الستات قد ايه في مجلس الامناء او في مجلس الاداره، مين اللي مقبول المبادره وهكذا. بس ده باختصار عن العمل الخاص بالشغل. يعني هو الحقيقه من اهم التحديات انه مفيش ثقافه اصلا لفكره الابلاغ عن جرائم العنف الرقمي ضد النساء. ايه السبب؟ الموروثات الثقافيه والاجتماعيه الموجوده في المجتمع المصري واللي طول الوقت بتوصل للنساء وبتدينهم. البنات تقريبا في حاله اجماع على عدم الحجاب، برغم ان البنات كتير، لكن في بنات عندها بالذات في حاله العلاقات الرضاعيه او في يعني معرفه بين الولد والبنت وهي بيحصل لها عنف رقمي منه او بذات، دي حاله رعب انه اهلها يعرفوا. فكره انا كمان ممدوح المكان الخاص بالقتال، واحنا عندنا وحده شرطه خاصه يعني بالمشاكل الانترنت او جرائم الانترنت. طبعا القائمين اصلا على تلقي البلاغات هم ذكور، فبالتالي كمان هم متاثرين بالثقافه المجتمعيه السائده في المجتمع. فتلاقي اول سؤال بالذات بقى لو هي بتتعرض لعنف رقمي من حد من عائلتها او زوجها على سبيل المثال، ايه ده؟ هو انت هتبدلي ضد جوزك؟ بس على فكره انا ما عنديش مشكله اعمل البيان. فتلاقي الست عملت كده ان هي جات لها يعني حاله شوك زي ما بيقولوا، انه يعني بتتلخبط. يعني في ستات بتبقى جدعه يعني بتصمم انها
فكرة كمان إنه القانون طبعا فيه عوار، لكن ده مش معناه إن إحنا ما نلجأش للقانون، ما القانون ده عليا وعلى المتهم في نفس الوقت، وفي الآخر دي السلطة الخاصة بالقضاء وحرية العقيدة بتاعة القاضي إن هو يدي حكم أو ما يديش. إحنا نشتغل بقى على إصلاح القوانين دي، لكن ما نقولش والله أصل القانون فيه مشكلة فأنا مش هلجأ للقانون. طب أنا كده بكرس ثقافة الراب يعني. دي من أهم التحديات. التحديات كمان التانية إنه الخطوط الساخنة للدولة المحترمة، سواء البيوت الآمنة أو لفكرة الأرقام اللي ليها علاقة بالدعم الأمني يعني الخاص بالسلامة الرقمية، هي مش متوفرة. إحنا شفنا في رمضان اللي فات أول مرة في مسلسلين في مصر وحظر نسبة يعني نسبة مشاهدة عالية جدا لأنها نجوم كبيرة والناس بتحبها. وقت بعد الفطار الناس كلها بتتلمع حوالين الشاشات. شفنا مسلسل منهم قال رقم الهوت لاين بتاع وزارة الداخلية، بس بالمناسبة قالوه غلط ما قالوش صح. فالأمر حتى إحنا علقنا عليه على السوشيال ميديا الخاصة بالمؤسسة، لكن لأول مرة شفنا إن في واحدة على الشاشة بتقول للبنت لا ده النبي وفي رقم أونلاين، في حين إن هو جاب الموقفين، والدتها خافت لكن صديقة والدتها قالت لها لا أبدا، بس للأسف قالت لها الرقم مش صح. مهم بقى إن يبقى في تركيز في الحالات زي كده، لأن هما بيصرفوا كتير قوي على الإنتاج، بس يجوا لحتة المراجعة القانونية يعني ما يعملوش. نجيب يعني عندنا ملحوظات بشأن كل المسلسلات بعد الدراما المصرية، ومسلسلات مشهورة وبتحظى بنسبة مشاهدة تلاقي فيها أخطاء قانونية كتير يعني.